السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معكم ميس هبة رجب. بنكمل مع بعض تاني إعدادي حل منهج الإنجليش من كتاب الأضواء الجيم ترم أول 2025 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. بنكمل يونت 3 جريد جوبس، والنهاردة معانا حل تدريبات لآخر درسين في الوحدة، الدرسين الخامس والسادس، بيج نمبر 117 صفحة 117. بيقول لي تشوز أند كومبليت، بيلدينجز مباني، جيف يعطي، بينتينجز رسومات، هارمفول دار، سوسايتي مجتمع. Teachers are not information to help students learn new things at school. المعلمين بيعملوا لي المعلومات علشان يعلموا الولاد حاجات جديدة في المدرسة. نقول يا ولاد give، طبعا ايه بيدوا ايه معلومات جديدة. Hospitals are not، المستشفيات دي مالها؟ Where doctors حاجة الأطباء، nurses والممرضات، help people feel better، بتساعد الناس وما يتحسنوا. طبعا دي buildings مباني. Sometimes أحيانا tell stories or show how someone is feeling. تبقى القصص او يوضح لك ازاي الناس ايه او شخص ما بيشعر. طبعا دي البينتينج، السيرات اللي هي ليه الرسومات. عادل جايب وليد some useful information، عادل ادى لوليد بعض المعلومات المفيدة. The antonym of useful، عكس كلمة useful مفيد ايه يا ولاد؟ harmful، ضار. صفحة 120 120 practice vocabulary exercise. It should the correct answer from A, B, C or D. Number one. You should tell me the not for coming late. لازم تقول لي ايه ليه مجيئك متأخر. Idea الفكرة. Reason السبب. Thought الفكرة. ولا wrong الخطأ. طبعا reason for يعني السبب. Two, we help each other. بنساعد بعضينا. And work together. ونعمل سويا. To make things better. لكي نجعل الأشياء أفضل. In our mind، في العقل، ولا desert في الصحراء، society في المجتمع، ولا rubbish القمامة طبعا في المجتمع. Mothers always، الأمهات دايما، their family first. Get ولا do ولا collect ولا put. طبعا mothers always not their family first. طبعا ايه put، تضع ايه ولاد عائلتها ايه أولا. Let's have our and not about what game we want to play together. Let's have an ايه about، تعالى ايه عن اللعبة اللي احنا ايه عاوزين نلعبها مع بعضينا. Discussion مناقشة. Organization منظمة. Difference فرق ولا collector طبعا ايه discussion. Not are the people who help stop fires، مين اللي بيحاول الولاد يوقفوا الحرائق. And keep us safe، ويحفظونا امنين. من دول children أطفال، fire fighters رجال الأطفاء، ولا collectors الجميع، ولا nurses الممرضات. طبعا ايه fire fighters اللي هو ايه رجال الأطفاء. I help to rubbish every day to keep our area clean، بساعد في القمامة كل يوم عشان أحافظ على المنطقة بتاعتنا نظيفة. continue يستمر، confuse اللي هو ايه يربك، ولا explain اشرح، ولا collect collect يعني يجمع القمامة. Finding is not. إيجاد A between the two pictures is a fun game. إنك تجد A بين الصورتين دي لعبة ممتعة. Differences الفروق بين الصورتين، ولا paintings الرسومات، ولا statues تماثيل، ولا organizations منظمات. طبعا إيه differences الفروق. The exam wasn't easy. الامتحان ما كانش سهل. Many questions not me. أسئلة كتير عملت لي continued، ولا confused، ولا explained، ولا يوف طبعا confused أربكتني. يربك confuse. The title أو the little girl، البنت الصغيرة little girl is scared dogs from، ولا of، ولا with، ولا طبعا scared of dogs خايفة من الكلاب. We saw many not in the museum last week، شفنا ايه في المتحف الأسبوع الماضي. statues تماثيل statues، ولا stations، ولا stars. طبعا يا ولاد شفنا ايه ستيتشز تماثيل. بعد كده the nursing not always guides the nurses in helping patients feel better. manager ولا cleaner ولا firefighter ولا collector. طبعا يا ولاد النيرسينج مانجر اللي هي مديرة التمريض دايما ايه بترشد الممرضات لكي يعتنوا بالاطباء. people who collect rubbish اللي بيجمعوا القمامة are called rubbish
سيلرز بحار، كولكتيفز جميع القمامة، بايرز ولا سيلرز؟ طبعا ايه كولكتيفز. ماي فريند عمر، صديقي عمر، ذا رولز، القواعد اوف ذا جيم فور ذا نيو بلايرز، ميد ولا توت ولا اكسبليند ولا كونتيننت؟ طبعا ايه كان بيشرح القواعد بتاعت الايه اللعبة للاعبين الجدد. eating vegetables، اكل الخضروات is useful for keeping our bodies healthy and strong، للمحافظة على أجسادنا قوية وصحية. doctors and nurses، الأطباء والممرضين are doing not work stupid work، عملهم غبي ولا heroic، عمل ايه بطولي ولا simple بسيط ولا terrible سيء؟ طبعا heroic يعني بطولي. صفحة 121 speaking exercise، complete the following dialogue. نجوى and نورا are talking about heroes، بيتكلموا عن الأبطال. نجوى، do you want to be a superhero one day؟ نفسك تكون ايه بطل خارق، سوبر هيرو يعني بطل خارق في يوم من الأيام؟ فقال له حاجة، قال له I mean أقصد someone who saves others from danger، الشخص الذي ايه ينقذ الآخرين من الخطر. هو مش فاهم، يقول له what does it mean، ماذا تعني وماذا تقصد؟ what does it mean؟ قال له حاجة، قال له can you explain more، قال له ايه I can't understand، مش فاهم، ممكن توضح لي اكتر؟ قال له like Batman and or Spider-Man، زي باتمان وسبايدر مان. قال له do you agree they are heroes، وانت شايف ان هم ابطال؟ قال له حاجة، they are great people، ده ناس عظماء. تبقى قال له yes I do. فهو قال حاجة بقى، they aren't heroes، قال له ايه؟ يبقى يقول له I don't agree I أو I dis agree with you، لا أتفق معك، they aren't heroes، هم ليسوا أبطال. فسأل سؤال، هيقول له طبعا ايه why you don't agree، انت ليه مش موافق؟ قال I don't agree because they aren't real people، لأنهم أصلا مش حقيقيين. تمام، 122 complete the following، طبعا تدريبات على الدرس الخامس والسادس، برضو dialogue محادثة. معتز is asking Slim about his hero، عن بطله المفضل برضو. Who is your hero Slim، من البطل بتاعك يا سليم؟ قال له حاجة، what was your grandfather job on، يبقى ايه my father. قال له حاجة، قال له big hospital، تبقى he is أو he was a doctor، كان طبيب. اللي بيعمل في المستشفى إلا الطبيب، تبقى كان طبيب. قال له great he worked in a big hospital، تبقى يقول له أين كان يعمل، where did he work، قال لي worked in a big hospital in Cairo، قال له did he used to be a volunteer، كان ايه متطوع؟ هيقول له yes he did. سأله سؤال، قال له yes I'm so proud of him، انا فخور جدا فيه. تبقى يقول له ايه are you proud of him. choose the correct answer. No at work early in the morning، يعمل مبكرا to make sure، عشان يتأكد the roads are clean، إن الشوارع نظيفة for everyone، للجميع. مين ده؟ firefighters رجال الأطفاء، scientists العلماء، nursing managers اللي هو مديرات التمريض، ولا street cleaners طبعا اللي هي ولاد عمال النظافة في الشوارع. technology has opened our eyes to many useful things، ايه التكنولوجيا فتحت عينينا على حاجات مفيدة؟ dangerous ولا ancient ولا modern ولا اول؟ طبعا modern technology، التكنولوجيا الحديثة. the government الحكومة is interested in، مهتمة بايه؟ so it builds schools everywhere، بر مدارس في كل مكان عشان مهتمين بيه اولاد. tourism السياحة، education التعليم، fun المتعة، monuments الآثار طبعا education. it charges الجمعيات الخيرية are not
that help poor بتساعد ال poor people الناس الفقراء by giving them money. museums ولا schools ولا factories ولا organizations طبعا دي منظمات بتساعد الفقراء. there not three restaurants in his town but two closed down leaving only one. قال لي there not three restaurants in his town ثلاث مطاعم في المدينة but two closed down leaving only one اتنين اتقفلوا في فضل بس واحد. there ايه يا ولاد using to ولا used to ولا used to be طبعا used to be هي دي الصح كان في ثلاث مطاعم. ماريا in Paris last summer عايزة حاجة في الماضي are ولا is ولا where ولا was طبعا was. complete the sentence with the correct form of words in brackets. how many sweets did you eat فعل في المصدر عشان did. I spent a nice time with my cousins last weekend. last يبقى الماضي من spend spent. our family عائلتنا used to go on picnics every Sunday in the park. used to used to go on picnics. I not used wear sunglasses until I started reading a lot. I didn't use to بعد كده وير بقى كده يا ولاد انتهينا من حالة تدريبات الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الثالثة من كتاب جيم لتانية اعداد. الفيديو الجاي ان شاء الله نحل اختبارات شاملة على اليونت. يا ولاد ادعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة ومتابعة على صفحة الفيسبوك مس هيبة رجب. بتمنى لكم نجاح كبير وتوفيق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.